السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عملية جديدة بالمحيط الهندي، وإلى التفاصيل. شهد المحيط الهندي اليوم الخميس عملية جديدة تعد الخامسة في غضون ساعات. أفادت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري بتسجيل نشاط لطائرات مسيرة على بعد 58 ميلاً بحرياً جنوب خليج عدن. والنشاط الذي تتحدث عنه الشركة ناتج عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف كما يبدو طائرة مرتبطة بإسرائيل. والعملية واحدة من سلسلة عمليات نفذتها القوات اليمنية المسلحة مؤخراً مع قرارها توسيع حظر الملاحة الإسرائيلية إلى المحيط الهندي، وهي الخامسة منذ مساء الاثنين وفق ما كشفه بيان للقيادة المركزية للقوات الأمريكية. وفي وقت سابق أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان عسكري له صباح اليوم أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير نفذوا عملية مشتركة على سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن. أوضح أن القوات الصاروخية نفذت عمليتين نوعيتين استهدفتا سفينة MSC فيكتوريا مرتين في المحيط الهندي وخليج عدن، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله. وفي البيان شددت القوات المسلحة قائلة: نتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن نتردد في تصعيد عملياتنا العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني. وأكدت الاستمرار في منع المراحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.